لو الحكاية فيها إن فيتو. الدكتور حسن صالون استشاري الجراحة العامة ودكتوراه في جراحة الكبد والبنكرياس والكليات المعدية. طبعا أنا تشرفت إن أنا بقوم بالعمل هنا في العيادة، واستقرت العيادة لتكملة المشوار من الدكتور محمد البشاري، والخدمة الفقراء أهم حاجة. وبالنسبة للكشف هيبقى نفس الكشف اللي كان يقوم بيه للطعن المريض هنا، كام 15 جنيه الكشف، ومساعدة أي 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 مريض محتاج، يعني حتى لو هو معهوش تمن الكشف نقدر نساعده في الموضوع.